فيه يا امل؟ مالها الهانم؟ الهانم تعبانه والدكتور عندها والهانم الكبيره معاها. مسكينه، ربنا يلطف بيها. ربنا كبير يا توفيق يا فندم. تحبها يا امل؟ ودي مين يكرهها يا توفيق يا فندم؟ دي نسمه ومرت على السراير. توفيق، ايوه يا سيدي، اطلب عربيه الاسعاف بسرعه، هننقلها المستشفى. ولد ولا بنت؟ ولد. والمولود بخير يا سيدي، بس هي شدوا حيلكم.